دلوقتي هنشوف مع بعض الإعدادات اللي لازم نعملها قبل استخدام برنامج بروفيشنال ليجال إيه في إضافة القضايا، وطبعا اللي يقدر يعمل الكلام ده لازم يكون معاه صلاحيات المدير أو الأدمن. من خلال الشريط العلوي نختار كلمة تولز، وبعدين نختار كلمة إعدادات البرنامج، وبعدين نختار أسماء المحاكم، وهنا هنضيف أسماء المحاكم اللي بتردد عليها محامين المكتب بصفة دورية، علشان لما نضيف جلسة جديدة أو قضية جديدة نقدر نختار اسم المحكمة بكل سهولة من القائمة الخاصة بالمحاكم. وطبعا بكل سهولة هنكتب اسم المحكمة بالطريقة دي، وبعد ما كتبنا اسم المحكمة هنضغط على إدراج، هنلاقيها طبعا اتضافت لأسماء المحاكم هنا. وبرضه نقدر بكل سهولة نمسح أي محكمة، نضغط عليها وبعدين ندوس حذف زي كده، هنلاقيها طبعا اتمسحت. وبرضه قبل ما نشغل في إضافة القضايا لازم نكون ضفنا أنواع القضايا اللي بنشتغل فيها، نضغط على تصنيفات القضايا، هنا نقدر نضيف القضايا اللي بيشتغل فيها المكتب، مثلا نكتب جنح أو مدني أو أي نوع قضية زي كده، وبعدين هندوس إدراج هنلاقيها اتضافت بكل سهولة. وطبعا لو عايزين نمسحها بكل سهولة هندوس عليها من هنا وحذف.